مرحبا بكم الناس الكل في قناتنا الرياضية التونسية دوري المجموعات. بعد ما عرفنا اليوم مجموعة الترجي الرياضي التونسي وكذلك النادي الافريقي، الان مش نعرفوا المواعيد كاملة في المباريات نتاعهم. شاهدوا اكثر تفاصيل على هذا الموضوع، ما تنساش مع الفيديو ابوني للشان يوتيوب نتاعنا باش توصل كيما قلنا اخر الاخبار. الجولة الاولى ايام 11 او 12 او 13 جانفي، يعني تقريب برشا المباريات بتاع الشامبيونز ليج في دوري المجموعات. الجولة الثانية ايام 18 19 و20 جانفي. الجولة الثالثة ايام 1 و2 و3 فيفري. الجولة الرابعة ايام 12 او 13 فيفري. الجولة الخامسة ايام 8 19 مارس. الجولة السادسة والاخيرة ايام 15 16 و17 مارس. قرعة الدور الربع النهائي يوم 20 مارس 2019، ربع النهائي الذهاب ايام 5 6 7 افريل، ربع نهائي اياب ايام 12 13 و14 افريل. الدورة الان نصف النهائي ايام 26 27 28 افريل. الدور نصف النهائي اياب ايام 3 او 4 او 5 ماي. باش نشوفوا الان الدورة النهائي ذهاب، دور نهائي ذهاب ايام 24 25 26 ماي، نهائي الاياب 31 او 1 او 2 جوان. يعني الترجي الرياضي التونسي ولا النادي الافريقي كما قلنا، الجولة الاولى اللي يستنيوها للناس الكل ايام 11 او 12 او 13 جانفي القادم، اي تقريب بعد اسبوعين من الان.